في هذه المشاهد مشاهدينا رأينا مقاتلي داعش يحاولون فك جرس الكنيسة. اللافت هنا هو التكبيرات والأناشيد المرافقة لهذه العملية، وكأنها انتصار محقق لداعش. هنا لا نريد التذكير بحرص الإسلام على المقدسات ودور العبادة وبمخالفة أفعال داعش لتعاليم الدين الإسلامي. طبعا داعش تتخذ من الدين منطلقا لها كما تدعي. أمر آخر مر في هذا الفيديو سنقوم ببثه مرة أخرى ولاحظوا ما الذي يحصل. هذا يعبدون أيوة بشارة منهم كانت يعبدون النصارى هاي المسيح يعبدون ليش سمع على راسي عبد جرب الحلال خذ هذا الفيديو مشاهدينا هو دليل واضح كيف أن داعش لا تتبنى أهداف الثورة السورية. ففي الفيديو يظهر أحد مقاتلي داعش وبجانبه أطفال حملوا الصليب الذي ألقي من الكنيسة على الأرض. المقاتل الداعشي قال للأطفال هؤلاء أعداؤنا، وهنا يظهر كيف أن داعش أتت بحجة قتال النظام وما إن سيطرت على منطقة معينة حتى بدأت أهدافها بقتال طائفي، بدلت هذه الأهداف إلى قتال طائفي بعيد كل البعد عن أهداف الثورة. كما تظهر هذه الكلمات القليلة عملية غسل الأدمغة لدى الأطفال التي تمارسها داعش، فهي أنشأت مدارس خاصة وبدأت بنشر هذا الفكر في المناطق التي سيطرت عليها. طبعا مشاهدينا رد فعل السوريين على هذه التصرفات كان مباشرا، فهذه مشاهد أخرى تظهر كيف أن أهل المنطقة من مسلمين ومسيحيين قاموا بسحب الصليب الكبير ليعاد إلى مكانه قبل أن يخرجوا بتظاهرة تنادي بوحدة السوريين وتطالب بخروج داعش من سوريا.